شخصية الجول ديجر في البنات. خلونا نشوف الفيديو الأول وبعدين نحلل. هنا عندنا تعليق: الحب بالنسبة للبنت حاليا يعني فلوس. طيب خلوني أشرح لكم السالفة بشكل مبسط. الرجل الحقيقي من أهم أولوياته المال، أهم أولوياته المال، فهو يشتغل ويبذل قصارى جهده ليجني المال. أول حاجة، مفهوم الرجولة ما بيتاخدش من أفواه النساء، لأن النساء بتحدد معايير الرجولة على الشخص اللي بيلبي متطلباتهم بس. يعني اللي يعمل لي كذا يتقال عليه راجل، اللي يشتري لي آيفون راجل، اللي يشتري لي العربية الفلانية راجل، اللي يسيبني ألبس براحتي راجل، اللي ما يسألنيش رايحة منين وجاية منين راجل. فهم بيستخدموا مفهوم الرجولة على الشخص اللي بيلبي متطلباتهم بس، أما اللي مش بيلبي متطلباتهم مش بيعتبروه طبعا راجل. لذلك ما ينفعش راجل بجد ياخد مفهوم الرجولة من أفواه النساء، وأي راجل بياخد نصايح عن رجولة من ست فرجولته مشكوك فيها من الأساس. نشوف اللي بعده. بالتالي هو يعطيه المين هذا المال؟ أيوة، يعطيه المين؟ يعطيه لنا طبعا. يعطيه المين؟ للأشخاص اللي يحبهم ولا اللي ما يحبهم؟ للأشخاص اللي يحبهم أكيد. هو ده اللي هي عايزة توصله: بتحبيني تعال أعطيني الفلوس دي. الراجل بيعطي فلوس للي بيحبها ويراه استثمارا له، فبالتالي ويراه استثمارا له. يا سلام يا حلاوة. نداء للراجل اللي بيحب الأستاذة دي أو زوجها أو أيا كان حالتها الاجتماعية، أنا مش عارف، عايز تستثمر مالك، أعطيها مالك ده، أعطيها مالك ده، وملكش أنت بس دعوة، هي هتستثمره. بص يا عزيز الرجل، اللي عايز تقوي علاقتك مع الست اللي معاك بجد، استثمر في نفسك، استثمر في صحتك، استثمر في شكلك، استثمر في لبسك، استثمر حتى في بشرتك وشعرك. زي ما قلت قبل كده، المرأة بتهتم بالراجل اللي بيهتم بنفسه اكتر من الراجل اللي بيهتم بيها. الراجل الجميل الشيك اللي مروق على حاله كده، مش الراجل المهمل في نفسه اللي مسخر كل اهتمامه ووقته ليها، ده بيتكرف كارفة سودة. عايز تستثمر في مالك بجد او تستثمر في علاقة الست اللي معاك وتخليها ماشية معاك زي الالف، هات لها درة. اشتغل على الكومبيتيشن انكزايتي، اشتغل على قلق المنافسة. الست لما بيكون لها درة تانية بتلاقيها ماشية معاك زي الالف. فالراجل اللي بيفهم، الراجل اللي موارده كتير وقلبه كبير، بيسعي الكل، بيوزع موارده واهتمامه على واحدة واتنين وتلاتة واربعة، شرع الله. انما توزع اهتمامك على مرأة واحدة زي دي وتقولك اللي بيحبني يجيب لي كذا ويعمل لي كذا وتتشرط عليك وتجددك في عيشتك، يبقى انت راجل مغفل. فبالتالي المرأة اللي تطلب منك مالك من مالك فهي امرأة تحبك بصدق، والرجل اللي يعطي من ماله اللي تطلب من مالك دي هي اللي بتحبك بصدق. لا والله، اللو فاليو مان او الرجل منخفض القيمة هو اللي بيصدق الكلام ده. الهاي فاليو مان او الرجل مرتفع القيمة هو الرجل اللي الستات بتصرف عليه، وكل ما كانت الست بتستثمر فيه اكتر كل ما بتأكد على قيمته عندها اكتر. الكلام ده رجالة كتير هتزعل منه وهتقول مش صح، وستات كتير هتعرضه وهتخش بتكتيكات العار المبتذلة بتاعتهم: لا ده نطاعة، لا ده نقص رجولة، لا ده مش عارف ايه. بس هي دي الحقيقة وهو ده الواقع وهو ده الكلام المنطقي. كل ما كانت الست بتستثمر فيك اكتر كل ما كانت بتحبك اكتر، كل ما كان عندها جينوان بيرنين ديزاير، كل ما كان عندها رغبة حارقة تجاهك، يعني بالمعنى البلدي بتحبك وبتموت فيك وبتعشق التراب اللي انت بتمشي عليه. سواء انت فقير او حتى غني ومش محتاج، سواء هي غنية او حتى فقيرة وما تقدرش تعمل ده، هي كده كده مش مطلوب منها تساعدك ولا تعطيك فلوس، بس النية الوحيدة تكفي. ركز في الحتة دي. يعني مثلا لو انت وقعت في ضائقة مالية، اول واحدة هتجري تساعدك هي زوجتك، ده طبعا لو هي بتحبك بجد. ولكن اللي بيحصل مع اغلب الرجال اول ما بيقع بتلاقي زوجته خلعته. ليه؟ لان مفيش حب من الاساس، ما عندهاش رغبة فيه. لازم تفهم الفكرة دي، اللي بتحبك هتقدم لك دايما يد العون والدعم، سواء دعم مالي او دعم نفسي او دعم معنوي او اي انواع الدعم. وزي ما قلت هأكد تاني، مش لازم تاخد منها، يكفيك بس النية. وصدقني اللي بتحبك بجد مش هتبقى عايزة تاخد منك وبس، مش هيبقى عينها على فلوسك وبس. حتى لو انت غني ومش محتاج، لازم هتلاقيها بتبادر في انها تقدم لك اي شيء، حتى لو لمرة واحدة بس. وحتى الفقيرة برضو، اللي لو ما قدرتش تقدم لك الدعم هتسهل عليك الدنيا مش هتصعبها عليك اكتر. اما الكلام اللي زي الكلام اللي بيتقال ده، فده ما بيصدقوش غير الراجل الساذج البيتا بروفايدر. وزي ما قال عالم النفس الشهير دكتور ديفيد بوز، ان النساء في سن 14 لحد ال 25 سنة بيكون اختيارها للرجالة الاعلى في القيمة الشكلية، وبعد ما تعدي ال 25 سنة وتدخل في مرحلة الخطر وتقرب بويضتها على النفاذ بتتجه للبيتا بروفايدر، للمغفل الساذج اللي بيصدق الكلام ده.
اللي هو اشتغل وبذل قصارى جهده ليجني، فهو رجل يحبك بصدق وكمان يشوف استثمار له. طيب تعالوا لها من وجهة نظر ثانية. هذا رجل يشتغل ويبذل قصارى جهده لأهم أولوياته واللي هي المال، ويجني المال وما يعطي من ماله، ما يعطي للأشخاص اللي ما يحبهم، فبالتالي هو ما يحب هذه المرأة بصدق. وبيعطيش من ماله للأشخاص اللي هو بيحبهم، يبقى هو كده مش بيحب المرأة اللي معاه بصدق. هنفترض إن المرأة دي زوجته، يعطيها من ماله ليه؟ هي مسؤولة منه يصرف على مأكلها وملبسها ومسكنها، ملهاش عنده أكتر من كده، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، يعطيها من ماله بناءً على إيه؟ والله حب يجيب لها هدية، دي حاجة ذوقية من عنده مش فرض عليه. ونصيحتي للرجالة، لا تعطي فلوس للست ولا هدايا ولا حتى كلام حلو إلا كمكافأة. لما تكون بتعمل اللي عليها في بيتها ومطاع عليك وبتنظف كويس وبتمسح كويس وبتطبخ كويس، فدي ممكن تكافئها. لكن لو ما بتعملش الأشياء دي اللي هي واجب عليها أصلا، فدي لازم تتعاقب، والعقاب بيكون على قدر الخطأ. كل عقاب على قدر الخطأ بتاعه، خطأ صغير عقاب صغير، خطأ كبير عقاب كبير. وفي أخطاء لازمها نهاية العلاقة، لازمها الطلاق والانفصال. طبعا هيقولوا لك لا، الست مش ملزمة وانت المفروض تجيب لها خدامة هي اللي تطبخ وتكنس وتغسل والكلام ده. تجيب لها خدامة دي بيكون في حالة واحدة، لما يكون مستواها اصلا كان كده، لما تكون عايشة في بيت ليها خدامة شخصيا في البيت ده. فهنا هي عايشة في بيت ليها خدامة شخصية، مش خدامة للبيت كله. في الحالة دي بس هي اللي ممكن تجيب لها خدامة. ولو انت مش عايز تجيب لها خدامة مش فرض عليك، شوف واحدة على قد مقدرتك، شوف واحدة تانية اجمل واصغر منها ما عندهاش خدامة. البنات على قفا من يشيل. 56 مليون عانس في الوطن العربي، 56 مليون بنت عدوا 30 سنة وما تجوزوش. فالمرأة او على قولتك البنت اللي بالنسبة لها الحب يعني فلوس، نعم الحب يعني فلوس. اذا انت تحب هذه المرأة بصدق تعطيها من مالك، وانت بالنسبة لك بتشوف ان استثمار لك. اما اذا ما تحبها مستحيل تعطيها. اذا انت بتحبها بصدق تعطيها من مالك، وبرضه بتاكد على نفس النقطه، بتشوف ده كاستثمار ليك. ده الكلام اللي اغلب الجولد ديجر بيستخدموه. اي واحده عايزه تاخد فلوس من راجل تقعد تقنعه بالكلام الفارغ ده. مالك اللي انت تعبت فيه. تعالوا نقلب المعادله. هذا واحد يحب المال بس ما يبذل قصارى جهده ليجني المال، يحب انه يقعد ويعني يجيه طوق النجاة ايا كان، عاد مين يكون طوق النجاة، اهله، مستقبلا زوجته، هي اللي تجني المال وهي اللي تشتغل وهو قاعد كذا ويستقبل. هل هذا رجل؟ لا، هذا ذكر، ولا بد انه يراجع رجولته وذكورته بعد. هل هذا رجل؟ لا طبعا مش رجل. وعامة الشخص اللي هي بتتكلم عليه ده، العويل اللي قاعد في البيت اللي مستني مراته تصرف عليه، ده مفهوم تاني خالص، ده ما يسواش شيلين في سوق الرجالة. لكن اللي بينزل يشتري متطلبات البيت، يشتري حاجة البيت، فده عدى لعيب، ده بيعمل اللي مطلوب منه، ده واجبه اللي ربنا كلفه بيه. انما تعطي من مالك او تهب من مالك او تكتب بيت باسم زوجتك، فده كلام فاضي بيستخدمونا الصبات والجولد ديجرز. الكلام ده كله المفروض كلام بديهي، بس كل يوم بيطلع رجالة مغفلة وكل يوم بيطلع بنات عايزة تستغفل الرجالة المغفلة دي، فواجب علينا التنويه وواجب علينا التوعية عشان محدش يقع في المصيدة دي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون رد على اسئلة المتابعين، اللي عنده اي سؤال يكتبه في تعليق على الفيديو ده، وان شاء الله هرد على اكبر عدد من الاسئلة. بس كده واشوفكم على خير.